عسلامة. عسلامة أختي. لباس؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفنا عليك. ريان. منين ريان؟ صوت رفيع شارع غانا. مرحبا. تقرأ؟ هاي نقرأ. كل أني؟ دوزيام. مع القراية أكيد عندك مواهب. باز. شو مهم مواهب؟ تمثيل ومثلت في الفوندو ديجا ومثلت ببشوكولين. هاي. شنو هي مثلت في شوكولين؟ مثلت ببشوكولين هاي. ببليسيتي. هاي مثلت ببشوكولين. ومثلت هذا في الفوندو. سرقت مع ناسيم هذاك عرفته اللي سرقه مع ناسيم. هذيك هاي. حكينا على الببليسيتي نتاع شوكولين قداش عندها؟ عندها 10 سنين هذيك بشوكولين. انت صغيرة. وانا صغيرة. كيفاش تجربة احكي لنا؟ نعرف شكون المخرج نتاع البشوكولين هذيك في الحومة معناها عرفته في الحومة وقعد قال لي راني عندي بوب وقال لي معناها علاش ما تمشيش تمثل الكل. قلت له مريق عمل لي كاستينج تقبلت قعدت نصور معاهم قريب نهارين ثلاثة ايام هكاكا وبعد تعديت. حتى كانت لافيش نتاعها في باساج ديجا غاديك عبيد نسيت هكا وجهي تبدل جمله فهمت برت سعيد. وقتها عمرك قداش؟ 10 سنين. 10 سنين. ومثلت سنين في الفوندو وجهي ماهوش باين لابس البوني فهمت. اما فما العبيد اللي معايا على انستغرام واللي تبع في على التيك توك يعرفوا معنا فهمت. العبيد مازالوا يتفكروك اللي انت ظهرت في الببليسيتي نتاع شوكولي؟ كان لي في الانستغرام يعرفوهم هبطها بوست خاطر في الانستغرام وحاسينهم عرفتك مظلوم شويه انا فهمت ما بينش وجهي مريق البنت قديمه هذيك وتو تبدل وجهي وفي الفوندو زدت بنت في بوني خاطر الدور هو ما وتنيش فهمت كم تاع سرقه معناها فهمت ما وتنيش كاو مثلت بوني هو تمثيل راه يبقى تمثيل معناه مش معناه مثلت سرقه دور سارق يعني انت سارق. المخرج اللي حاب يقدم لها تحيه مدام سوسن الجمني هي اللي اختارت معناه شكون لابس كيكه ديجا مثلت سيكونس فيت الكل يا لابس بوني لابس كاسكيت ما مثلتش معناه وجي بي. مي هكا العباد اللي تتبع فيا في تيك توك وانستغرام واصحابي ولاد حومتي الكل كي يتفرجوا في السيكونس عرفوها معناه فهمت. تعمل مسرح؟ لا عند رب. نمثل هكا بديت نمثل على امي وعلى بابا هكاك فهمت. ليش ما تخممش انك تعمل مسرح؟ ان شاء الله ما فهمش تأثير. ايش ما فهمش تأثير؟ كي باش تمشي للكلوب ولا ما باش معناها باش يأطروك هاي نشوف نخمم فيه الموضوع. نمي الموهبة نتاعك. نخمم فيه الموضوع. نخمم فيه؟ هاي نخمم فيه. بخلاف تمثيل الغناء. الغناء من وقت ايش زادت تغني؟ من انا صغير وحدي هيك انا نغني لين بشوي بشوي صوتي بدا يتحسن على قبل لين لقيت صوتي معناها جربت نغني خلقت صوتي بيرفكت معاه فهم. مشيت كونسيرفاتوار ما ندري كيف كيف ندرب كل شيء رباني رباني هكا. شنو باش تغني؟ غني لك علمات ولا يا ناسيني اللي تحب. يا ناسيني غني لك يا ناسيني. يا ناسيني يا ناسيني يا مضيع عمري وسنيني يا محيرني يا مباكيني مزوقيني اللي يا ترارارا تفكري يا ناسيني اصلك بين طبعك خوان ما تلقى زمان كيف ينسيك ماني ندمان علي فات طول ايام غدوة توريك لا 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 يا دنيا ترارا 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 وينها البنية اللي حبيتها وينها البنية اللي ما نسيتها قولوا لها اعطيتك كل احلامي قولوا لها يا ونشكي ربي العالي عذبت قلبي انتي كي رحتي لغيري انتي عذبت قلبي انتي كي رحتي تلغيري انتي وعلاش ما خنتيش مادام قلبي حبك انتي ولا لا 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 يعطيك الصحة. هاي بين تمثيل وغناء شنو هي تختار؟ زوز مازالش لو انا نخيرك بين انك تختار حاجة برك تمثيل. الحقيقة نلقى في روحي خير تمثيل. تمثيل ديجا الناس الكل اللي يعني نعرفهم اصحابي وكل الفامي نتاعي الكل يقولوا لي وجهك معناها نتاع تمثيل فهمت. الممثل لازم يكون مزيانه. لي اخذت انت اخذت تمثيل معناها اللي عطيتك كيكه معناها اي اي انا نسال فيك مثال يكون معناها حتى من فزم ريت انا كي نبدا نمشي سبحان ربي معناها كيكه حاجات
نعمل حاجات معناها يضحك وكيكة من غير ما انا نبدا حاتهم في مخي، فهم روحي خفيفة معناها بقيت لك الكلمة. عندك القبول؟ عندي القبول ومحبة الرسول وروحي خفيف. ولا الحمد لله الحمد لله يا رب، هذاك واش طالبيننا. كهو شهرة شحالهم بالنسبة ليك وتحب تحققوا؟ محلية شهرة عليها عربية؟ نحبك والله محلية. تولي هكا معروف أي بلاصة تمشي لها؟ فازة قلعة عليها محلية على الآخر، فرحة كيفاه؟ فرحة في وجوه الناس كيف فرحة في عينين الناس كيف تشوف. هذيك محلية على الآخر زين، محلية العباد الكل تعرفك وتحبك محلية على الآخر. كي نسألوا المشهورين يقول لك الشهرة برشا برشا مش خايبة خاطر ما عادش تلقى راحتك. ساعات الشهرة راهو تتعطى لواحد ما يستاهلش، ساعات مش ديما. فما عباد ما تعرفش كيف تتصرف معها الشهرة. بالطبيعة هو يقول لك حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متواضع، باش تجي أنت ما تكونش متواضع فيها شيء. عباد وصلوا الشهرة ما همش متواضعين. فما شتر الكل بريسك تونس كلها ما همش متواضعين. والله بريسك ما نعرفش الحسب. نحكيو على العباد المشهورة. ما اشترى مش متواضعين. الحقيقة كلمة الحق نقولها رانيا. أنت هاك مثلت وقبلت شوية ممثلين وممثلات مش متواضعين. مش كيف مش كيما تعاملوا معايا انا كيما يتعاملوا مع العباد. مش كيما تعامل في كواليس كيما في الشارع. اعطينا اوجه الاختلاف. كيفاه مثلا؟ كيفاه شنو اللي اختلف بالضبط؟ ما نعرفش ما انا مثلا كنت نجي نحكي على ممثل نقول راهو محلاه مثلا كيما برشا ممثلين تعاملت معاهم زال سعد ياسين بن قمره كلهم هذوكم الكل نقول انا راهو محلاهم ناسين بورقيبه مثلا جاهم بيجيوني عباد اخرين يقولوا لي راهم معناها حاجه يحقروا معناها كله ما نعرفش مش كيفي انا معناها ريتهم كيما هما راهم الله اعلم فهمت هذاك علاش ما نجمش نعطي الاختلاف. تصوروا انت توا ان شاء الله تولي ممثل هكا مشهور تبقى متواضع ولا والله متواضع جاوي بيها فما عباد تعرفني سونتر فيل يعني كل يوم نعبد سونتر فيل نسلم عليهم معاك نقعد مع العباد الكل ونتصرف كيف طبيعتي هذيك هي معناها ما عندكش تبدل فهم شيء باش يزيدك معناها تبدل فهم واش يقول لك توا يمكن زيدا مش يمكن زيدا مش مشهور وضربوا في روحه يكون ضربوا في روحه اقسم بالله وهي كلمه تقع ان شاء الله تاريخ المارش حتى كان سهل ربي وليت معروف راني مش بلا حتى دقيق اللي ناكل فيه نقعد ناكل فيه واللي نقعد معاه نقعد معاه فماش هذيك كشهرة تبدلوا الفلوس تبدلوا فماش والله لا فهم انا هذا حسبي انا راه والله اعلم باش يقولوا الشهره تجيب البنات ها شهرة تجيب بنات والله برشا معجبات اي باز اي باز مثلا نحكيو على نضال السعدي عنده برشا معجبات باز اي باز يا اخي اخي سامحني هيك تقعد مع صاحبتها تقول لها راني نعرف نضال السعدي ولا راني حكيت مع نضال السعدي ما تكون حاجه واو زاد هاي فهمت هذيك هذيك هي انت تعيش الدور هذاك يا اخي شنيا نحب نعيش شهرة نحب نعيشها لامي بس كانت تعدى يقول هكا ولدها مشهور نحب نعلي راس امي نحب نعلي راس بابا مش نحاجتي بالبنات بنات اخر حاجه بالطبيعه كي تجي الشهرة تجيو البنات خلي لي كلمة الختام والله يا كلمة الختام إن شاء الله نشكر عائلتي الكل الساعة اللي وقفة معايا نشكر أصحابي الكل نشكر حومتي شارع غانا زيادة نقدم لهم تحية إن شاء الله تونس تولي بخير وبحول الله ما دام نحن حيين وشعب حي ونحبوا بعضنا تونس تكون ديما بخير إن شاء الله.